سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت عدة مناطق في مدينة خان يونس، في غرب خان يونس ووسط خان يونس وأيضا مناطق شرق خان يونس. نتحدث عن أكثر من 7 غارات إسرائيلية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ووصول عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي، فيما لا تزال سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تنقل عدد من الإصابات من بلدة بني سهيلة ومن وسط خان يونس وأيضا من محيط عمارة جاسر في المنطقة الواصلة ما بين منطقة وسط خان يونس وغربها. هذه المناطق شهدت عمليات قصف عنيفة قبل قليل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. حتى اللحظة لا يعرف عدد ضحايا هذه الغارات المتواصلة على مدينة خان يونس، لكن ما نؤكده وصول عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي، من بين الإصابات أطفال وأيضا عائلات وأيضا شبان وصلوا يعني محملين بالسيارات المدنية والسيارات الخاصة بالمواطنين. سيارات الإسعاف أيضا حملت جزء من هذه الإصابات، والآن يعني سيارات الإسعاف يعني الآن يعني كما ترون سيارات الإسعاف تحمل عدد من الإصابات. نحن نتحدث عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية، ليس غارة أو غارتين، وإنما عدد من الغارات العنيفة التي ضربت هذه المناطق الثلاث، وذلك ضمن الغارات المتواصلة منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. والغارات الإسرائيلية وعمليات القصف الإسرائيلي لم يتوقف عن مدينة خان يونس، يعني هذه ربما القصف الأخير كان في محيط شارع المجايدة في منطقة المجايدة، لكن حتى اللحظة لا نستطيع يعني تقييم يعني حجم الخسائر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة. لكن من كل مناطق خان يونس تأتي إصابات، من بلدة بني سهيلة اليوم كان القناص الإسرائيليين يستهدفون المواطنين بصورة كبيرة، أقل يعني ما لا يقل عن 4 إصابات وصلت بفعل القناصة الإسرائيليين، بالإضافة إلى عمليات القصف المدفعي والطائرات الحربية، والتي كان من بينها أيضا استهداف مركز إيواء ملك، والتي أدت إلى استشهاد أحد الأطفال داخل مركز الإيواء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 13 آخرين بجروح. الأوضاع صعبة. عمليات القصف أيضا في منطقة حي الكتيبة متواصلة بفعل الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس، والتي يعني تأتي بعد سلسلة من المنشورات التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي تطالب سكان المدينة بالخروج أو بالنزوح من مناطق سكناهم، وأيضا البيانات التي تتوعد سكان خان يونس بالمزيد من عمليات القصف الإسرائيلي. الآن الطائرات الحربية تحلق بشكل كبير جدا في سماء محافظة خان يونس، ويعني أيضا طائرات الاستطلاع هي الأخرى تحلق بصورة كبيرة في هذه المنطقة، مع سماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لخان يونس، حيث تتواجد الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق توغلها، تحديدا في منطقة شارع 5 وفي منطقة القرارة وأيضا في منطقة بلدة بني سهيلة، تحديدا في محيط المقبرة وأيضا مسجد الظلال. هذه المناطق تشهد عمليات توغل إسرائيلي، هذا علاوة على بلدة عبسان ومنطقة الزنة. قبل قليل وصلت إلينا مناشدات من أحد مراكز الإيواء في بلدة عبسان، والتي تمنع القوات الإسرائيلية المواطنين من الخروج منه وتمنع إمدادهم بالمياه وبالشراب منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى عمق خان يونس، وهؤلاء النازحين هم محاصرين بفعل الدبابات الإسرائيلية، علاوة على عشرات العائلات التي لا زالت منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة محاصرين داخل منازلهم دون أن تسمح لهم القوات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية بالخروج من هذه المنازل. وهناك خطورة كبيرة، لأن قوات الاحتلال توعدت هذه المنطقة تحديدا بلدة بني سهيلة وعديد من المربعات السكنية بعمليات قصف عنيفة خلال الساعات القادمة. الآن سيارات من الإسعاف وتخرج من مجمع ناصر الطبي في أماكن القصف الجديد. الآن سيارات من السيارات الإسعاف الآن كما ترون تخرج من مجمع ناصر الطبي في اتجاه أماكن القصف الكثيرة والمتعددة
في مدينة خان يونس وفي أحيائها الغربية والشرقية ووسط وقلب مدينة خان يونس، عمليات قصف عنيفة الآن في هذه الآونة على محافظة خان يونس بالتزامن مع عمليات التوغل الإسرائيلي وأيضا الاشتباكات المسلحة التي تدور بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة القرارة وفي منطقة السطر الغربي، علاوة على منطقة بلدة بني سهيلة. أوضاع إنسانية صعبة، أوضاع طبية صعبة. الآن سيارات إسعاف، نعم هذه سيارة إسعاف جديدة تصل إلى مجمع ناصر الطبي محملة بالإصابات. هذا هو المشهد الآن، يعني سيارات إسعاف تخرج وسيارات يعني تأتي إلى هذا المجمع محملة بالإصابات المتنوعة، ما بين إصابات خطيرة ومتوسطة، وربما يكون في هذا القصف الإسرائيلي أيضا عدد من الشهداء جراء هذه الغارات المميتة والكبيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق خان يونس. هذا هو الوضع. أيضا يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات الاشتباك مع قوات الاحتلال وتمكن سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب يعني المقاومة الوطنية قوات عمر القاسم أيضا يعني من استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية. نحن نتحدث اليوم عن تمكن كتائب القسام على سبيل المثال من قنص 4 جنود إسرائيليين واستهداف دبابات وآليات وجرافات إسرائيلية، بالإضافة إلى قصف تحشدات وتجمع للجنود الإسرائيليين شرق خان يونس وشمال خان يونس بالقذائف الهاون، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ على موقع إسناد صوفا العسكري بالصواريخ يعني طويلة قصيرة المدى، بالإضافة إلى استمرار عمليات التفجير العبوات الناسفة والعبوات الفردية بجنود والقوات الإسرائيلية الراجلة في مناطق التوغل الثلاث: القرارة، بلدة بني سهيلة، وأيضا شمال خان يونس تحديدا في منطقة السطر الشرقي والغربي. هذه المنطقة التي تتمركز بها الدبابات الإسرائيلية وتقوم بعمليات تجريف واسعة في المنطقة. إبراهيم، يعني هذه المناطق التي تحدثت عنها كثيفة السكان، هل ما زالت نفس الكثافة رغم هذه الضربات؟ يعني رغم النداءات الإسرائيلية وإلقاء المنشورات التحذيرية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن حقيقة تفاجأنا أن هناك عدد كبير من سكان بلدة بني سهيلة على سبيل المثال لا يزالوا داخل منازلهم، لم يخرجوا، لكن من خرج هم سكان بلدة خزاعة، عبسان، منطقة الفراحين، هذه المناطق نظرا لأنها متاخمة للحدود للشريط الحدودي خرجوا من منازلهم، خاصة أولئك الذين دمرت منازلهم في أيام العدوان الإسرائيلي. لكن مع الدخول البري والأحزمة النارية لمدينة خان يونس تبين واتضح أن هناك المئات من المواطنين لا زالوا داخل منازلهم في منطقة بلدة بني سهيلة وأيضا بلدة عبسان، حيث توجد عدد من مراكز الإيواء في بلدة عبسان على سبيل المثال، يوجد مركز إيواء محاصر حتى هذه اللحظة، لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان هذا المركز بالخروج، وبالتالي الدبابات تحاصر هذه المنطقة، بالإضافة لأن عشرات العائلات الفلسطينية في بلدة بني سهيلة، عائلة الرقب، عائلة أبو جامع، عائلة البريم وغيرها من العائلات لا تزال محاصرة في منازلها ولا تسمح الدبابات الإسرائيلية بالخروج من هذه المنازل، وبالتالي هناك خشية كبيرة على سكان هذه البيوت من أن يتعرضوا إلى عمليات قصف عنيفة. الآن يعني الآن سيارات دفاع مدني وإسعافات أيضا تأتي إلى مجمع ناصر الطبي محملة بالإصابات والجرحى نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس. الأوضاع آخذ في التصعيد، هناك تصاعد كبير في عدد الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، وأيضا بطبيعة هذه الغارات معظم هذه الغارات هي غارات مميتة تؤدي إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى أن يعني أحد جهود العيان قال أن أحد المواطنين الذين تعرضوا إلى عمليات قصف قبل قليل قال أنه يعني هذه قوة الانفجار يعني أدى إلى طيران هذا أحد الشبان أو الرجال في المنطقة المستهدفة إلى عشرات الأمتار في السماء ومن ثم سقط على الأرض. هذا هو القصف الإسرائيلي، هذا هو عمليات القنابل التي تلقيها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدينة خان يونس في هذه الآونة، قصف متواصل
قصف مدفعي، قصف حربي، وأيضا طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقوم بعمليات قصف ومراقبة ومتابعة لكل شيء يتحرك وتقوم على إثره بعمليات القصف والاستهداف للمواطنين، بالإضافة إلى القناصة الإسرائيليين الذين يعتلون أسطح البنايات في منطقة بلدة بني سهيلة وتحديدا بلدية بني سهيلة، حيث يعتلي عدد من القناصة الإسرائيليين هذه المنازل، وبالتالي يعني وقعت العديد من الإصابات بين صفوف المواطنين في تلك المناطق.